تعهد محافظ البصرة أسعد العيداني خلال تقديمه واجب العزاء لذوي الضحايا بإنشاء مستشفى وعدد من المدارس في منطقة الهارثة بهدف منع تكرار الحادثة الأليمة. كما كشف وزير التربية عن إنشاء مجسرات طارئة في موقع الحادثة ونشر مفارز مرور ونجدة. عزينا مواساتنا لأسر ضحايا أطفال فاجعة حادث الشاحن الأليم اللي حصل عصر أمس. جئنا هذا اليوم إلى محافظة البصرة بتوجيه من قبل دولة رئيس الوزراء وكوادر وزارة التربية لنقل التعازي والمواساة، وطلعنا إلى واقع المدرسة. اتفقنا ويا السيد المحافظ إن شاء الله سوف تكون هناك مدرسة طارئة في الجهة المقابلة لهذه المدرسة، وسوف تكون هناك إن شاء الله الشروع بعمل مجسرات أيضا طارئة. وحاليا نزلنا مفارز من المرور ومن النجدة يعني لسلامة أبنائنا التلاميذ لحين نهاية العام الدراسي، وإن شاء الله سوف تكون هناك مدرسة جديدة وتكون هناك إن شاء الله مجسرات حفاظا على سلامة طلبتنا الأعزاء، الرحمة والخلود لضحايا هذا المصاب الأليم وشفاء العاجل إن شاء الله لجرحى هذا المصاب. أقول أنه إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله أنه واجبنا أن نؤدي كل ما يحتاجون أهل هذه المنطقة والمناطق الأخرى على حد سواء. إن شاء الله أنه الله يقدرنا أن نتمكن من كل طلبات أهالي المنطقة كثيرة إن شاء الله. أنه شوفي مثلا المستشفى قريبا تفتتح مستشفى هنا وتكون من أفضل المستشفيات، مدارس إن شاء الله راح نبني أكثر من مدرسة بخطتنا هي موجودة، لكنه بالنتيجة الحادث بالنتيجة صار وعلينا أنه نعالج المسببات اللي ممكن تؤدي ونمنع وقوع حوادث أخرى. هذا وشيع أهل البصرة كوكبة من الأطفال الذين راحوا ضحية حادثة الدهس في مدرسة زينب الابتدائية في قضاء الهارثة، والتي راح ضحيتها 6 تلاميذ وأصيب 11 آخرون أثناء خروجهم من المدرسة.